السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. هذا النهار يا ربي عندي هنا غير واحد الطنجره درت فيها غالي ما قدرتو كيغلي، واللوبيا ها هي هنايا، يلا قشرتها قلت لي هذاك الشيء اللي جناب ديالها قسمتها على جوج بهذا الحجم هذا كيف ما تشوفوا. وهنا الماء بقات يبدا يغلي، ندير فيه شويه ديال الملح، نخليه شويه حتى يبدا يغلي مزيان باش اللوبيا ما تجيكمش كحله، تتكحل الا خليتوها كان الماء بارد درتوها فيه تتكحل، لهذا خليوها تتغلي مزيان الماء عاد حطوها من هني تكطيب ما كتكزوط ما والو، نخليها على بال ما تغلي مزيان. نجي هنا غير واحد المقله ها هي نشعل عليها وغادي ندير فيها واحد شويه ديال الزيت قياس ديالي هكا، وندير فيها واحد جوج فصوص ديال الثوم نخليهم هنا يتشحروا، غنقص عليهم واحد شويه، غنمشي نغسل واحد شويه ديال لي طوماط سوغيس. صافي غندير دابا اللوبيا اول مغلى، نخليها هنايا واحد 10 دقائق ولا 12 دقيقه، ما نخليهاش حتى تطيب بزاف، نشدي راسها واحد شويه. هنا عندي الكالامار يلا غسلته انتما وحليته، شفتوا هذوك الجناوح ديال هذوك سميتو الريوس ديالو، حليته هكا الكالامار تيكون هكا، شديته انا نحلو والثوم هي ناقص عليها وخليتها تما تتشحر على راحتها. وغادي نقطع دابا هذا الكالامار هذا الشكل هذا، تنشد على الكالامار وتنحاول نديرو شرائح هكا يكونوا طوالين، غادي نوري لكم، حاولوا ترقوهم ما تخليهمش غلا باش دغيا طيبه. هانتوما شفتوا الكالامار تيجي هكا بهذا الشكل هذا، غادي نحاول كاع نقطعو كله هكا. شوفوا سباغيتي ديال الكالامار هانتو ها هي درتها هكا، بقاو لي عهد الريوس ديالهم تا هما لي طوالين غادي نحاول نقص منهم هكا بهذا الشكل تا هما، وغادي نديرهم هنا باش ميبقاوش طوال بزاف. صافي هنا عاد يسخن ليا الثوم وتنضيف الكالامار كله بهذا الشكل هذا، هاهو كيف ما كيكون هنايا، غنخلطو نخليها على واحد شويه يتشحر ليا هنايا. ها انتما سديت على هاد الكالامار واحد شويه، شوف ها كيبدا يولي بهاد الشكل هذا كيف ما تشوفوا، تيتجمع شويه. صافي غادي ندير ليه الاوريغانو، انا الاوريغانو حماق عليه كيجي معاه رائع، شويه ديال الملح صافي، هما التوابل اللي غندير هكا. صافي وغادي نضيف ليهم دابا لي طوماط سوغيز هاي هاد الرابعه، الشبيكه فيها رابعه. صافي وغنسد دابا على كلشي، غادي نعطيه واحد النار تكون متوسطه وغادي نخليهم حتى تيتعلكو ويطيبو مزيان، ما تجهدوش عليهم النار، غنقص هكا. صافي غنخليهم نتلاقاو من بعد. هنا حركوا المقيله تكون دازت عليها شي 10 ديال الدقائق ما كاملاش كاع، وغادي نضيف ليها دابا اللوبيا بهذا الشكل هذا، غادي نخلط كلشي وغادي نخليها هنايا واحد ربع ساعة تقريبا هكا، ولكن غنقص النار دابا غنخلي كلشي هكا هنايا. غندوز انا غادي نوجد واحد الصلصة، اوكي الصلصة غنوجدها بالزيتون، هذا الزيتون ديال شهر واحد ديال هذا العام هذا، هو غادي نوريه لكم. اوكي هذه راه حليتها هاد السيمانه، وهذه يلا حليتها عاد دابا هادي فيها قليل. المهم جيبوا الزيتون اللي عندكم خضر ولا كحل اللي بغيتو نتوما هكا تتهزوا، غادي نوضع هنا الزيتون وغديروا معاه شويه ديال الزيت الزيتون، وكنحيد ليه العظم راه دايره معكم الفيديو هذا، غادي نهز هذه هكا غادي نجبد الزيتون بهذا الشكل هذا، غنوريكم القياس شحال راه كبير هذا الزيتون ديال طاليان، هذا شريته من هنايا من السوق وكنت رقدته. اوكي جاي عندنا واحد الضيفه يتغدى معانا بهذا الشكل هذا، صافي بركه. وغادي نطحنو دابا مع واحد شويه ديال الزيت، ندير ليه هكا وغادي ندير ليه ميكسر وغادي نطحنو. Oh, my God.
قلبك ترقوا مزيان صافي. ونخليه دابا جنب وغندوز غنسلق الماء، ندير الماء باش غنسلق لي بات. هنا المرق ها هو وجد ولي بات تاعي وجدات صافي، وغادي نوضع كلشي هنايا صافي. تنحرك كلشي مزيان، تندخل فيها هاد لي بات، هاد السباغيتي هادي هكا صافي. تنديرو واحد العصير ديال البرتقال صافي، وتنضيف ليها هاد الزيتون هذا اللي طحنت هذا حتى الاخر، عاد تضيفو هكا كيعطي واحد المذاق رائع. هذا هو السر ديالها باش كتجي زوينه هاد الوصفه، سميتها سباغيتي لا غيتار هنايا في ايطاليا. كتجي بالزيتون هكا والكالامي. غنخلط كلشي مزيان دابا صافي، غنجيب الاطباق نوري لكم العصير. هذا هو الاول هنا عندي على العصير ديال البرتقال يلا عصرنا هاد دابا، وغادي ندير فيه واحد نشوف وحده قلت لي يجيب لي اربعه خمسه دراك مضيمه تيمشي بالفرد. ها هما خمسه الوريقات ديال مخينزه مزيانه دابا فهاد الصاج، وغادي نطحن واحد 30 ثانيه على سرعه 10. انا في بينك صافي دابا كنخلط كلشي، تنجيب هاد الفرشيطه وغادي نبدا نهز هاد الشكل هذا. نوضع هنايا في الطبق، ندير الاخرين تاهما بنفس العملية. عرفتو الريحة ديالها واعرة، طبق غني في كلشي، في بريمو سكوندو توتو كويستو. بياتو اونيكو، بياتو اونيكو سي. نزيد كاع هادشي اللي غندير، اللي ضرب طبصيله ما يعرفش صافي. وسي شبارك مينو بياتي سي نديرها مدور الطماينة كوا. اوكي تزيين نهائي دابا شوية ديال المعدنوس هكا تعطي تا هو النكهة زوين، والعصير نوجد العصير دابا غادي نوريه لكم. مخينزه دابا راه الصيف مزيانه، حاولوا ديروها تشربوها مع العصير تجري زوينه. شفتوا ديمينتو فيرد سي، شي مشكل فيرتي زوين. تمنينا الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، شجعتكم القناه، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش لايك وبارطاج. مع السلامه.